المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهامش أناليز. فإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد إلهام شانيل. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتخسيس الوزن، فبكوب واحد سحري إن شاء الله غتذوبي الدهون ديال الكرش وتخسسي البطن وتزولي الكرش ثلاثة ديال الأيام، حتى لو كبيرة ومدلدلة، يعني حتى ولو خارجة بزاف ومدلدلة إن شاء الله غادي تخلصي من بواسطة هذه الوصفة. هذه للمكونات ديالها سهلين مهلين، يعني بعض ديال المكونات فقط، مبغيتش نكثر لكم المكونات باش هكذا تكونوا يعني حاضرين وبقوة وتعملوا هذه الوصفة هذه في أقرب وقت إن شاء الله، باش ترجعوا أيضا لهذا الفيديو هذا وتكتبوا لنا في التعليق كيف جاتكم الوصفة، واش عجبتكم أو ما عجبتكمش، واش توتات معكم أيضا ولا لا. قبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفة، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناة، بكل من كيشاهدها سواء رجال نساء، مرحبا بالكل ومرحبا بالجميع. وصفة اليوم للنساء وللرجال أي للجنسين معا. إلا كنتي أول مرة كتكتشف هذه القناة، فما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، تفعلي زر الجرس وتعملي بيج لايك كبيرة لهذا الفيديو، وتخلي لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات ديالك، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط نخليها لكم في صندوق الوصف أو في ديسكريبشن بوكس أو في لاباغ دانفو أكيد. وأيضا خليو لنا وصفات ديالكم الشخصية الطبيعية اللي نتوما ديجا مجربين، فقط تكون ناجحة تكون صادقة وخليوها ليا إن شاء الله أنا نجربها، وإلا عجبتني غادي نجي نشاركها ونجي نبارطاجيها معكم هنا باش تستافدوا إن شاء الله نستافدوا جميع. وبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها، استخدامها واستعمالها. أيضا أول مكون غنبداو في هاد لاغوسيط هادي اللي هو الحامض، وما أدراك ما الحامض. الحامض أكيد أكيد معروف عليه التخسيس فين ما مشينا، الحمد لله يعني معروف عليه النقصان ديال الوزن. فهنا غادي نحتاجو يعني الواحد أربعة ديال القطع ديال الحامض، يعني نص حامضة، ممكن تاخدو حامضة ممكن تاخدو جوج حامضة على حسب الكمية اللي بغيتو. غادي نحتاجو أيضا إلى الزعتر يعني المجفف، ممكن تاخدو بودرة إلا توفر عندكم ممكن تاخدو بودرة. وغادي نحتاجو الى الكمون، الكمون حتى هو يكون بودره. يعني هاد ثلاثه ديال المكونات من ابسط ومن اروع المكونات يعني لتخسيس او لنقصان الوزن. غنحتاجو ثالث رابع مكون، ماشي ثالث مكون، واللي هو سكينجبير اكيد اكيد المساند الرسمي ديالنا بخصوص التخسيس. بالنسبه للسكينجبير ممكن يعني تاخذوا هاد سكينجبير اللي كيكون بودره، كيف ما ممكن تاخذوا سكينجبير اللي كيجي يعني طازج ديال العبار، هذاك رائع جدا ما عليكم الا تاخذوا كميه منه و يعني تقشروه وتبشروه اولا تحكوه وتستخدموه في هذه الوصفه، النتيجه ديالو كتكون سريعه مقارنه يعني مع هاد السكينجبير هذا اللي كيكون بودره. فهادو هما كل العناصر اللي غادي نحتاجو بخصوص التخسيس، وكل هاد العناصر عندهم عدة فوائد للنقصان ديال الوزن أكيد. وبالنسبة لآخر شيء غنحتاجو كوب من الماء العادي بهذا الشكل هذا، وهادو هما كل المكونات. دابا غادي ندوز لطريقة تحضير الوصفة، طريقة صنع هاد المشروب هذا بالأحرى أكيد، وكل هاد الأشياء هادو. فبسم الله على بركة الله. فغادي ناخدو يعني نص حامضة بهذا الشكل، غادي ناخدو يعني الزعتر المجفف كما قلت لكم. الناس اللي غتقول لي واش ممكن نطحنو، فاكيد ممكن وتستخدميه في هذه الوصفة. بغيتي تطحنيه طحنيه، بغيتي تستخدميه يعني غير هكذا فاستخدميه. وغادي الان ناخذ الكمون بودره ولا الكمون حبوب يعني اللي توفر عندكم، وغادي نستخدمه في هاد الوصفه هذه.
والان غادي نضيف يعني سكنجبير او الزنجبيل كما قلت لكم. لو توفر عندكم بودره استخدموه، توفر عندكم طازج استخدموه. ومن بعد غادي ناخذ هذا الكوب ديال الماء، هذا الكوب هذا راه دافئ، الناس اللي كتسولني يعني كوب من الماء الدافئ او المغلى. من بعد غادي ناخذ ملعقه وغادي نحاولوا نحركوا هذا المشروب هذا ولا هذا المحلول هذا. وبعد ما يعني حركتو مزيان بالملعقه فكنحاولوا نخليوه يرقد، فقط حنحاولوا نغطيه ونخليوه يرقد المده اللي غادي تناسبكم. يعني ممكن تخليوه يرقد المده ديال 15 دقيقه، ممكن تخليوه يرقد لمده نصف ساعه ساعه، ممكن تخليوه ليله كامله. اكيد الوقت كيبقى اختياري على حسب الاختيار ديالكم. المهم اهم شيء باش ما رقد مده طويله باش ما عطى نتائج مزيان ومرضيه للجميع. فبعد ما يرقد غادي ندوزو الان للتصفيه ديال هذا المحلول او لهذا المشروب هذا. فبسم الله على بركه الله، كما قلت لكم انا هنا راه ما خليتوش معكم 15 دقيقه، فقط يعني ملي عملته دابا غادي ندوز للتصفيه ديالو مباشره. نتوما دائما اي مشروب حاولوا تخليوه يرقد او محلول للتخسيس باش هكذا يعطي النتائج على احسن ما يرام، لانه الزعتر الكمون وايضا سكنجبير قطع ديال الحامض فاكيد غيبغيو يطلقوا الفعاليه ديالهم باش هكذا المحلول يكون تكون عنده بلوتو نتائج اللي هي افيكاس واللي هي فعاله 100%. فداكشي علاش دائما اي مشروب حاولوا تخليوه يرقد مده واخا غير 4 ساعه. كما قلت لكم دابا غادي ندوزوا للتصفيه ديال هذا المحلول. فبسم الله على بركه الله، وهذا هو المحلول او لا المشروب بالصحة والراحة والهنا والشفاء لأي شخص جربوه، يعني سواء امرأة او رجل. فديال النتيجة النهائية ديالو ولا الشكل النهائي ديالو كيصبح بهذا الشكل هذا. بالنسبة للناس اللي يكتبوا لي في التعليق واش ممكن نعملوا لي تحلية، واش ممكن نضيفوا لي سكر سنيدة او عسل، تحلية اكيد ممكن ولكن ماشي بسكر سنيدة، فقط بالعسل، خصوصا العسل النحل الحر. الا توفر، ما توفرش فاكيد ممكن تلجؤوا غير العسل ديال السكر. ما عليكم الا تاخذوا ملعقه او ملعقتين من العسل وتحليوا بها هذا المحلول او هذا المشروب، وبالتالي يعني غادي تجيكم ولا غيجيكم المشروب يعني حلو، يعني البنه ديالو ماشي حامضه. ولكن من الاحسن انكم تخليوه هكذاك بدون تحليه، نحاولوا نجربوا. يعني حنا ما غاديش نجيو من ديبار نعملوا ليه تحليه، نحاولوا نجربوا مرارا وتكرارا. الا قدرنا والا استطعنا فاكيد مرحبا، غيكون افضل واحسن كذلك. الا ما استطعناش وما قدرناش فمن بعد عاد نعملوا تحليه. المهم هو اننا نكونوا عملنا واحد الجهد بعدا، اولا ما جيناش وسبقنا اننا نعملوا ليه التحليه، لانه اي مشروب الا بغيناه ينقص الوزن بفعاليه كبيره وبنتيجه سريعه وفوريه فاكيد خصنا ما نعملوش ليه التحليه من الاحسن. اما الا ما استطعناش فاكيد واخا غير نصف ملعقه العسل فاكيد غتحليه لينا وغيصبح يعني حلو، بالتالي غادي كل الناس تقريبا غادي يشربوا، لانه هي حاجه حلوه فالناس كتشربها بكميه كثير. فكان يعني هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت ديال الوصفه ديال اليوم بكوب واحد سحري. غادي تذوب ان شاء الله الدهون ديال الكرش ديالك وغتخصصي البطن وتزولي الكرش 3 ديال الايام حتى وين كانت الكرش كبيره ومدلدله. بخصوص يعني الكرش المدلدله، الناس اللي كتبغي تدخل الكرش
فالسمطة ديال الكرش او لاكين فاحسن حاجة باش تدخل الكرش. غير هو السمطة ديال الكرش خصكم تعملوها يوميا، يعني ان فوا تفيقوا من النعاس يعني بعد الاستيقاظ مباشرة تاخذوا السمطة وتعملوها وتدوزوا بها النهار كامل حتى العشية ولا حتى الليل عاد كتزولوها. الا بقيتوا كتعملوها بهذه الطريقة هذه اللي شرحت لكم الان ووضحتها لكم المدة ديال اسبوع فقط، فكونوا متاكدين الكرش غادي يدخل، لانه هذه الطريقه شرحتها الحمد لله لبزاف ديال السيدات اللي تواصلوا معايا في لي بريفي في لي ميساج اون بريفي يعني في الخاص، والحمد لله يعني لقاو نتائج مرضيه ومذهله. فنتمنى حتى نتوما تعملوا هذه القضيه هذه، لانه بزاف السيدات كيسولوني عليها. حنا بغينا واخا مثلا الكرش كتنقص ولكن كتبقى مدلدله، يعني بغينا الطريقه اللي ندخلوها بها، فهذه هي احسن طريقه. السمته ديال الكرش الثمن ديالها جد مناسب، تاخذوا اي سمطه سواء كان ديال اللصقه ولا ديال الكروشي، المهم اي سمطه تناسبكم وتتوتم مع الكرش ديالكم، وتعملوها كما قلت لكم بعد الاستيقاظ، تمشيو خارج البيت تعملوا بها اي غرض. المهم هو اننا نتحركوا وحنا عاملينها، وبالتالي الكرش غادي يدخل. وهذا الشيء عن تجربه ديالي الشخصيه وعن تجربه ديال الناس اللي الحمد لله نصحتهم بها ولقات عليهم فعاليه ونجاح كبير. فهاد الشيء اللي كاين بخصوص هذا الفيديو، نتمنى انكم استفدتوا معايا سواء بالقليل او بالكثير، المهم وتخرجوا بالاستفاده اكيد، وتاخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح هادو، وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، تفعلوا زر الجرس، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبغي شخصيا نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جديد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.